السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرفكم تليفون سفارة تونس في باكستان أو رقم السفارة التونسية في باكستان. رقم التليفون هو 00-92-51-26-52-3-87. يبقى تاني، رقم سفارة تونس في باكستان أو رقم السفارة التونسية في باكستان 00-925-126-52-3-87. بكده ممكن أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.